أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض انطلاق موسم البواخر السياحية 2022-2023 في مملكة البحرين، والذي من المقرر أن يصل خلاله أكثر من 50,000 سائح للمملكة عبر ميناء خليفة بن سلمان خلال شهر نوفمبر 2022 وحتى مايو 2023. ويحتفي قطاع البواخر السياحية هذا العام بمرور 11 عاما على انطلاقته في مملكة البحرين لترسيخ مكانة البحرين كوجهة بواخر سياحية رائدة على مستوى المنطقة. ومع عودة البواخر السياحية للإبحار بعد انقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، تجدد سياحة البواخر دورها كعنصر مهم في تعافي الاقتصاد الوطني والمساهمة في انتعاش السياحة مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أهمية قطاع البواخر السياحية كقطاع اقتصادي ناشئ في مملكة البحرين، حيث تعتبر البواخر السياحية أحد أهم القطاعات الواعدة في سوق السياحة وأسرعها نموا، كما إنها تشكل جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين 2022-2026، والتي من بين أهدافها إبراز مكانة مملكة البحرين كمركز سياحي عالمي.